فقر الدم. سي لا كيسيون كون فافوار اجوردي ونشوفو الاعراض تاعها والتشخيص تاعها كيفاش يكون. اولا كي يكون عندنا ان اسوفلمون اون فاتيغ دي فيرتيج ان تان كي اي بال دي شيفو اي دي زونغل كاسون اون بونس اوتوماتيكمون كي دي اون انيمي dit l'asthme une formule sanguine. Donc c'est un problème de santé publique qui كون ما نداويوهش يعطينا une fatigue chronique donc تبقى بزاف وعندنا مشاكل في المناعه. Donc هذا هو السبب الرئيسي تاع la fatigue chronique تاع التعب المزمن وتاع المشاكل تاع المناعه. Une fois عندنا هذا الشك باللي عندنا l'anémie, لازم نديرو une formule numération sanguine. C'est ce qu'on appelle la carence en fer. عندنا le bilan اللي نديروه initial اللي يقدر يكون السبب تاعو الرئيسي هي une perte excessive, يضيع لنا الدم بزاف ولا une carence d'apport. معناتها سواء ما يدخل لناش بزاف لو فير ولا يخرج منا بزاف لو فير. هادو هما لي دو دونك بور فير ان ريزومي هادو هما لي دو غيزون لي يعطونا اون كارونس اون فير نقص في الحديد في الدم. عندك كاين دي بيرسون كي سان ا ريسك لي يكون عندهم هاد الفقر اكثر من الاخرين, هما سي لي فام انسانت لي فام لي يرضعوا لي فام لي راهم في مرحله الانجاب وكي يكون عندنا سيغتان ميديكامون كيما لاسبيرين كيما لي زانتي انفلاماتوار اي لي زانتي اسيد. هادو سي دي سوجي ا ريسك دونك يكون عندنا هادوك الاعراض اول حاجه نخمو ليها هي فقر الدم عند هاد الناس. Après avoir vu شكون هما لي بيرسون ا ريسك لي يقدروا يديروا فقر الدم, il faut savoir le traitement تاعهم ديفير ما بين نوعين من الحديد. كاين واحد نعيطوا له ايمينيك واحد نون ايمينيك اللي يجي من الانيمال وكاين اللي يجي من النباتات. لو فوا لا فيوند روج لي ساردين بور لي انيمو فيجيتال سي لي فروي سيشي لي ليغوم سيك لي ليغوم فيرت لي دات اي لو شوكولا نوار. دونك الخضر والفواكه سورتو الخضر الخضراء و لازم دو بريفيرونس بور ميو لاسيميلي يكون معنا لا فيتامين سي. لا بريفونسيون كيفاش ندير دكتور باش ما تجينيش فقر الدم. لاليمونطاسيون تاعنا لازم تكون ايكيليبري و لازم نبعدو مع الاكل على لو تي اي لو كافي ساعه من قبل نشربوهم ولا زوج سوايع من بعد. اذا كان يهمكم موضوع سبيسيال قولوا لي في التعليقات, واذا عندكم اسئله نتلاقاو في التعليقات ان شاء الله. شكرا.